تبسم يا صاحب العلم يا سلطان الإمارات نحييكم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى كيرلا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الزيارة الميمونة المباركة بارك الله وطول الله سمو الشيخ سلطان لك يا مليك العلم والأقلام أزكى تهاني كيرلا الإكرام من أرض فيل فلفل وقرنفل والنار ديل وفتبي لإدام أزهارها أشجارها أنهارها كل تهني قافل الأيتام فنساؤها ورجالها صبيانها بمسيرة من نجوة الحكام لبلاد شارقة الإمارات التي ترعى الأنام بكافة الأقوام فيه تشرف أهلها وترابها تبنى به من مطلة الأقدام أهلاً به في كيرلا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا هي جنة الدنيا وأرض سلام.